واحد بيسأل ما دورنا كأفراد في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتشددة بجانب دور الدولة، التربية والتعليم. علموا أولادكم حب رسول الله، آدي مقاومة التطرف. علموهم حب رسول الله، هذا الإنسان الكامل الرباني الذي دعا إلى السلام والإسلام، والذي دعا إلى الحب والإخاء، والذي أمر ببر الوالدين ولو كان على الشرك، وبإكرام الضيف ولو كان مشركا، وبإكرام الجار ولو كان مشركا. هذا الإنسان الذي ترى فيما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه وجعل الله هذا ركنا من أركان الصلاة نكررها، الحمد لله رب العالمين. إيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اليهود عندهم صلاة، فيجوا يقولوا إيه؟ أول آية الحمد لله الذي خلقتني ذكرا. الله، طب والست تعمل إيه؟ حاجة غريبة، الست هتعمل دي ورطة. قعدوا بقى إيه يجيبوا لها تأليف، لكن النص كده لا في فرق. الحمد لله رب العالمين، شوف إزاي. ولما جه شوف الفرق ما بين كلام الله وكلام البشر. في النهاية قال لي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماشي، يعني ده بيتكلم على الصفات، واحد ضال واحد مغضوب عليه، من عرف الحق وحاد عنه فهو مغضوب عليه، ومن لم يعرف الحق اصلا ولم يبحث وكذا واستسهلها يبقى ضال. تلاقي المفسر يقول لك ايه، المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. طب ما انت زعلت اليهود والنصارى كده. الا طب ما اليهود يقول لك انا مش كده، والنصراني هيقول لك انا مش كده، انت شتمتني كده. فالجماعه العيال اللي بيترجموا معاني القران ويشيل الضالين والمغضوب عليهم ويكتب ايه، يهود ونصارى، وبعدين يمسك الترجمه ويديها البوش هديه. احلى، انت جايبه المركز الاسلامي علشان تهزقه ومن اولها. بس على فكره ربنا ما قالش كده، وده الفرق ما بين فهم البشر وثقافتهم وانحصارهم في زمنهم او في مشاكلهم وما بين النص الالهي. حاجه مذهله انك تقرا القران او انك تنحصر في تفسير القران اللي القران ما قالوش، واخد بالك؟ طب القران ما قالش كده، ما قالش يهود ونصارى، دي فاتحة هتقولها بصوت عالي بالميكروفون، ما عندناش احنا الاسرار دي اللي هي مش هقدر اقولها لحد، لا هقدر، بس مش مكتوب فيها كده، ده عبارة عن انحراف ويوديك مشاكل عجيبة تقعد بقى تحل فيها. ايوه صحيح، في زمن من الازمان قالوا كده، لكن ربنا ما قالش كده. ربنا قال غير المغضوب عليهم، كل خلق الله والى يومنا هذا. لو قلت لهم انا ما بحبش المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه بالرغم من معرفتهم،
يقولوا احنا كمان. دي حاجة إنسانية عامة. أنا ما بحبش الضالين الذين لا يعرفون الحق ويسيرون سبهللة كده. هو احنا كمان ده؟ احنا كمان ده مين؟ ده الياباني والإنجليزي والبتاع الأمريكاني والجنوب إفريقي وكل العالم. يبقى إذن ده الفرق بين كلام الله وكلام البشر. كلام الله ما تعرفش تجيب له حاجة كده، ما تمسكش عليه المسكات دي، انما كلام البشر ممكن تعمل كده. فإذا دورنا كأفراد في مواجهة التطرف هي أن تعلم أبنائك حب رسول الله يرى فيه الإنسان الكامل، فإذا رأى فيه ذلك كان عصيا على كل إرهاب وكل تطرف وكل انحراف في الفكر. أدي العملية سهلة في الكلام لكن صعبة في الفعل، عايزة شغل، وشغل كتير وكبير ومستمر. وهذه قضية أمة.